مرحبا بكن وبكم عزيزات وأعزاء قناة مروكن كريم تي في الجريمة المغربية. قصة اليوم هي ديال واحد البنت بدوية عاشت ظروف اجتماعية صعبة وما بان ليها غير تنصب على الناس باش تكسب المال. دعت باللي هي موظفة في القصر الملكي وابتكرت طريقة فريدة باش تنصب على الشباب اللي باغي يهاجر. دات ليهم الفلوس والفلوس كانت صحيحة بزاف قبل ما تطيح في يد البوليس بناء على شكايات منهم وشي ناس وحدين اخرين قدموا بها شكايات بشيك بلا رصيد. هاد النصابة كتنحدر من دوار بواحد الجماعة سميتها سيدي الشيقر بأسفي، تزادت في عام 1977 ودابا كانت ساكنة في اليوسفية قبل ما تشد، مزوجة وعندها تبارك الله 5 ديال الدراري. ظروفها الاجتماعية كانت صعيبة وهادشي ما يشفعش ليها باش تنصب على الناس ودي ليهم رزقهم اللي شقاو فيه. قريتها على قد الحال لكن قارية حرميات كما كنقولوا. كيفاش غادي تطيح هاد السيدة في يد البوليس؟ هنا جايكم، ما تمشوا فين، خليكم معنا حتى تسمعوا قصتها كاملة وتاخذوا منها الدروس والعبر باش ما تبقاوش اي واحد يبين لكم الربح او يطمعكم تسيقوه وتعطيوه رزقهم ويديه هكا كفابور بلا ما يشقى فيه. احتيوا الخوت ريوسكم، ما بقى الثقة في هذا الزمان، وهانتم غادي تسمعوا القصة بودنيكم وتحكموا. النيابة العامة تلقات بزاف ديال الشكايات ديال الضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال وامرت لابيجي ديال اليوسفية باش تبحث في هاد الشكايات اللي ما فيهاش غير الاحتيال، كاين حتى شكايات وحده اخرى باصدار شكايات بلا رصيد كلهم اللي معنيه بهم هي ديك السيده بنت الدوار اللي خرج منها العجب. وسمحوا لي الناس الباديه راكم عزاز، لكن بحال هذه خرجت من الجم وكتسئل الباديه قبل ما تسئل لنفسها، ولا حول ولا قوه الا بالله. واحد من الضحايا خدت منه مسكين 2 مليون، قالت ليه غادي تتدخل لدى القضاء باش يحصل باه على حكم مخفف، وهاد باه كان معتقل في السجن المحلي بأسفي وتحكم عليه في المرحله الابتدائيه. وقالت لهم انا اللي غنجيب لكم واحد الحكام مخفف وغندخل وندير حيط، قالت لهم بانها يديها طويله. مسكين دازت ايام وتحكم الاب بنفس العقوبه، يعني المحكمه السينا في ايدات الحكم وما تحقق له والو، وشاف راسو بان ضعف 2 مليون، ومن حسن حظه ان هاد الفلوس اعطاها ليها بحضور شاهد سمعت ليه لابيجي وكان الاتهام الموجه لهاد السيده. ما كانش هذا الضحيه الوحيد، تجوج وحدين اخرين عطاتهم شي شيكات بلا رصيد وزيد الشكايه ديال النص. المهم كانت مزبلها مزيان، البوليس ما دازتش مدة على تقديم ديك الشكايات حتى شدوها وبدا التحقيق معها. اول معلومه غادي يكتشفوها هي انها كانت نتحل الصفه ديال موظفه في القصر الملكي، كانت كتقول لهم انا شي وحده خدامه في القصر وبها يعني بهذه الصفه باش كانت كتنصب، ونصبت بالضبط على الضحيه الاولاني. قالت ليه اللي خدامه في القصر وعندها شبكه كبيره من ذوي النفوذ وعلاقات وطيده معهم باش يقضوا ليها اي غلط طلباتو. السيده قالت يديها طويله كده كما كيقولوا المصريين، لكن الميه كتكذب الغطاس كما كيقولوا. هذه غادي تجرفها المياه حتى لقات راسها في الحبس من جديد، ضيعت راسها وتا ديك الوليدات المساكين اللي بقاو بلا حنين ولا اللي يحن ليهم ويشوف من حالهم. لا حول ولا قوه الا بالله، كدير الخطا وحدين اخرين كيديو الثمن. اللي تبين فيما بعد انها ماشي المره الاولى اللي عندها، بل عندها سوابق في هذا المجال وسبق ليها، دوزت شي شهور في الحبس بعد الادانه ديالها من طرف المحكمه والتهمه هي النصب والاحتيال. كانت يعني كتوعد شباب عاطل على العمل باش تهجروا للخارج، وكانت كتاخذ منهم مبالغ ماليه بلا ما يمشيو لا للخارج ولا رزقهم يبقى عندهم. هادشي قبل ما يقدموا شكايات ضدها وتشد وتحكم وتدوج العقوبه وتخرج بلا ما تتوب ترجع لنفس الفعل. ولا حول ولا قوه الا بالله. باختصار السيده تشدات في المره الثانيه وتحالت على النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه اللي تابعتها بتهم النصب واصدار شيكات بلا مؤونه. قالت بهاد الشيكات باللي عطاتها لديك الناس بداعي ان عندها الرصيد، كاين عندها الفلوس في البنك في البنكه، لكن تفاجؤوا ملي دفعوا الشيكات بلي ما عندها حتى فرنك. وقالت ايضا باللي جات لهاد الحيله ملي شدوها البوليس واعترفت، قالت له بان جات لهاد الحيله باش تحل المشاكل الماديه ديالها حيت كانت كتمر بواحد الازمه ماليه. السيده اعترفت بكل شيء عند البوليس، وملي جات للمحكمه تراجعت على الاعترافات ديالها.
هذه غير حيلة باش تتملص من المسؤولية، لكن المحكمة اقتنعت بلي الأفعال المنسوبة لها ثابتة بالاعتراف التمهيدي ديالها وشهادة الشهود اللي شكاو بها، وحكمات عليها بعام ديال الحبس وباش تأدي 32,000 درهم غرامة نافذة، وباش تأدي للضحايا تعويضات مادية بعد ما انتصبوا طرف مدني في المواجهة ديالها في هذا الملف اللي تابعت فيه في حالة اعتقال بعد الإيداع ديالها في السجن المحلي بمدينة آسفي. السوا الخوت باللي الثقة ما بقات في هذا الوقت، ماشي أي واحد طمعكم ولا بيلكم الربح تثقوا فيه وتعطيوا رزقكم، إلكم الربح تثقوا فيه وتعطيوا رزقكم. هانتم شفتوا وعدت الدراري باش تهجرهم للخارج، دارت ليهم فلوسهم ما تهجروا بل هجراتوا ليهم، ووعدت الثاني باش تخرج باه من الحبس وتجيب له حكام مخفف، ما خرجش الاب تدان بنفس العقوبه باش يبان لك النصابه ما كيقضيو حتى شي غرض، واخا كيبينوا لكم الربح ولكن كيديو لكم راس المال كما كيقولوا. وشكرا جزيلا اللي تبعتوا هذه القصه، ونتمنى تستافدوا منها وتاخذوا الدروس والعبر باش ما تبقاش مثل هذه الحوادث او الاحداث ديال النصب والاحتيال تكرر او تجي شي حيله تنطلع عليكم مره اخرى. شكرا جزيلا على التتبع ديالكم والمواظبه في ذلك، وانا شاكر لكم، والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء للقناه.